يحل الاتحاد ضيفا ثقيلا على الفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة المجمع الرياضية. وتأهل الاتحاد إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة التعاون بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في مباراة مثيرة حسمها العميد في الدقائق الأخيرة بركلة جزاء بتوقيع عبد الرزاق حمد الله. أما الفيحاء وبنفس النتيجة وصل إلى نصف النهائي متفوقا على الباطن. الآن نتعرف سويا موعد مباراة الاتحاد والفيحاء والقنوات الناقلة. موعد مباراة الاتحاد والفيحاء هو الاثنين الموافق 4 أبريل 2022 على ملعب مدينة المجمع الرياضية، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 10 مساء بتوقيت السعودية والتاسعة بتوقيت مصر. وتداع مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين على قنوات SSC، وستجد مباراة على عبر شاشتها.